يمكن حضراتكم ملاحظين اننا في بنكير مركزين جدا على التقارير الدولية اللي بتطلع عن الاقتصاد المصري وكمان العملة المصرية وتوقعات المستقبل وكل صغيرة وكبيرة بتصدر عن جهات مالية، لان الموضوع خرج عن نطاق المال والارقام والمؤشرات والتقييم العادل لحتة تانية خالص، وكمان اسس المنطق. وشوفنا امبارح مثال حي على تجاوز التقاليد الاقتصادية واسس التقييم في وكالات التصنيف العالمية، وازاي ستاندرد اند بورز اتراجعت عن قرارها بتخفيض تصنيف الاقتصاد الفرنسي بعد الضغوط العلنية اللي مارسها وزير المالية الفرنسي على الوكالة. النهاردة مصر بترد بقوة بالأرقام اللي ما تعرفش تكذب على كل جهة وبنك ومؤسسة مالية شككت في قدرة اقتصاد مصر على سداد الديون ورهنت على انهيار الجنيه والعملة المصرية. تعال نشوف ايه اللي حصل، ولكن بعد الفاصل. بانكير نبض البنوك. وكالات التصنيف العالمية ومعاها كان بنك تاني ادوا مصر علامة سلبية لمستقبل الاقتصاد المصري، وكمان كل التقارير السلبية او المتشائمة اللي طلعت عن الاقتصاد المصري كانت كلها بتصرخ وتحذر من عدم قدرة الحكومة المصرية على سداد الديون الخارجية، رغم ان مصر عمرها ما تخلفت عن سداد سنت واحد في اي قسط قرض في تاريخها، وده كلام رئيس الحكومة نفسها وكلام الأرقام المعلنة. يعني مصر لما تقول كده محدش هيقدر يكذبها ويقول لها مثلا لا انت ما دفعتيش قسط سنة كذا وفي شهر كذا مصر تأخرت عن تسديد القسط الفلاني. يعني لما نقول مصر فعلا عمرها ما تعثرت في سداد الديون يبقى كلام مسلم بيه. طالما ملف مصر في سداد الديون أبيض ومن غير ملاحظات، ليه الوكالات وبعض البنوك كتبوا أن مصر ممكن تواجه أزمة في صداد الأقساط؟ للأسف الشديد كل الكلام اللي اتقال في الجزئية دي بالذات كان لغرض تاني وحاجة في نفس يعقوب، مش لوجه الله أو الاقتصاد. وكلنا عرفنا علاقة البنوك والوكالات دي بشبكة شركات وعلاقات مع رجال الأعمال عايزين يموتوا السعر في شركات المعروض حصصها للبيع، ودي شغل بيزنس كلنا فاهمينه. يبقى واضح جدا علاقة بعض الوكالات والبنوك واللي جزء منها ملك أو شركاء في رأس مالها بيتحكم فيه ناس بتسعى لشراء حصص الشركات. يعني من الآخر التقارير دي موجهة لخدمة هدف معين، ومصر طبعا مش نايمة على ودانها وعارفة ان اللي بيحصل كويس، وعلشان كده ماشية في ملف الأطروحات بأعصاب هادية جدا ومش بتخضع للاستفزاز. طيب نرجع حضرتك لقصة الديون وان مصر ممكن ما تقدرش تدفع علشان أزمة الدولار اللي في السوق. اولا لو هنتكلم اقتصاد يبقى لازم نفصل بين أزمة الدولار في الأسواق وبين تعهد مصر في سداد التزاماتها الدولية، بمعنى ان طول السنين اللي فاتت مصر كانت بتسدد اقساط وخدمة الديون مهما كان الوضع في سوق العملات. يعني الحكومة حتى لو في أزمة نقص الدولار ومهما كانت شدتها بتبقى عاملة حسابها وموفرة الاقساط. منين دي بقى؟ مش شغلتك انت، ليك فلوس ودولارات جديدة واقساط تتسد في ميعادها. هتقول لي مصر بتجيب دولارات منين؟ هقولك مش شغلك. الناس اللي قاعدة في المركزي ليل نهار دي مش بتلعب، وفي 100 عين وعين على السوق وكل تفصيلة بتحصل فيه. ايوه معلش انت في دولة هي اللي اخترعت الفلوس والتجارة من آلاف السنين. المهم اخر بيانات صدرت عن البنك المركزي المصري بخصوص الوضع الخارجي لمصر والمنشورة على موقعه الالكتروني قالت ان خدمة الدين الخارجي المسددة خلال العام الماضي توزعت بين 19.1 مليار دولار اقساط الدين و 5.4 مليار دولار فوائد مدفوعة. يعني حضرتك مصر سددت 24 مليار دولار في سنة القحط او الازمة. البنك نشر بالتفصيل كل دولار راح فين وتقدروا حضراتكم تشوفوا على الموقع الالكتروني البنك المركزي المصري، لكن اللي يهمنا من التقرير ده ان وجه صفعه عالميه لكل اصحاب التقارير المدفوعه مسبقا وكمان المشبوهه والموجهه، وكشفت في الوقت نفسه على قدره الدوله المصريه على التعامل مع كل الاحتمالات. كنت معاكم انا عبد المنعم ابراهيم، والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.